خبر هام وعاجل من الإسكان الاجتماعي ومفاجأة كبيرة جدا. صندوق الإسكان قبول 18,000 تظلم وإدراجهم على السيستم في الإعلان الـ14. قبل ما أبدأ من فضلك اشترك بالقناة، فعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تدعم المقطع بلايك. كشفت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إن إجمالي عدد التظلمات التي تم قبولها بلغ نحو 18,000 طلب من إجمالي الطلبات التي تقدم به راغب الحجز في الإعلان الـ14 بمشروع الإسكان الاجتماعي، لافتا إلى أن إجمالي من سجل في طلبات التظلم على الموقع الرسمي للصندوق بلغ 58,000 طلب. أوضح الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إن الفرز والفحص المبدئي للدفعة الأولى من المستندات والبيانات المسجلة بواسطة المواطنين عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق أسفرت عن عدم مطابقة نحو 89,000 طلب للشروط بشكل مبدئي. وأكدت مي عبد الحميد عدم قبول تظلمات المواطنين الذين يتبين عدم انطباق كل من شرط السن والدخل عليهم والحد الأدنى أو الأقصى وقت التقديم والمعلن عنها سابقا بكراسات الشروط. أما ما دون ذلك فيمكن للمواطن استيفاء المستندات أو البيانات الغير مكتملة خلال الفترة المحددة لتلقي التظلمات أو التوقيع على الإقرار، واستمارة الحجز في حالة عدم استيفاء التوقعات بيتم إرسال طلب التظلم إلكترونيا فقط وليس من خلال أي وسيلة أخرى عن طريق إدخال الرقم القومي للحاجز الغير المنطبق عليه الشروط صاحب الطلب مرفق به المستندات المطلوبة. وسيقوم الصندوق بدراسة التظلم المرسل ومراجعة المستندات والبيانات المطلوب استكمالها ونشر النتيجة فورا أو بعد انقضاء شهر من غلق باب التظلم كحد أقصى. وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الفرز والفحص من خلال وسيلتين: الأولى من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني حيث يقوم الحاجز بإدخال الرقم القومي والضغط على نتيجة الفرز لمعرفة موقفه، أما الوسيلة الثانية فتكون من خلال قيام المواطن بإرسال رسالة نصية تحتوي على رقم القومي إلى رقم 9311 وذلك مقابل رسوم الخدمة التي تبلغ 3 جنيه. وأنا من رأيي أن الثانية أفضل، أن حضرتك هتبعت رسالة لرقم 9311 ويكون موجود في الرقم القومي باللغة الإنجليزية من الشمال لليمين، والرسالة دي هتخصم من رصيدك 3 جنيه، لكن هيجي لك الرد فورا من نفس الرسالة. بتمنى لو عجبكم الفيديو تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش تدعموا المقطع بلايك.